ازيكم؟ في شويه جمل كده ممنوع منعا باتا ان احنا نقولها لاولادنا. ايه هي الجمل دي؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجه، اخوك احسن منك. شوف صاحبك ده بيعمل ايه، صاحبك ده احسن منك. فكره ان احنا نقارن ولادنا باي حد تاني حتى لو كان اخوه او حد من قرايبه، الفكره دي كفيله ان هي تدمر شخصيه الطفل وان هي تفقده الثقه بنفسه. ده غير ان هو ممكن جدا يكره اخوه او يكره صاحبه او يكره قريبه اللي انت كل شويه بتقارنه بيه. ففكره ان احنا نقارن اولادنا بالغير دي فكره غير صائبه اطلاقا. تاني حاجه، ما تعيطش، ما تعيطيش، ما تعيطش. دي جملة كتير جدا بيقولوها وخصوصا لأولادهم الولاد، يعني ما فيش راجل بيعيط. يعني ايه ما فيش راجل بيعيط؟ لا، وارد جدا ان الطفل يعيط، ان الولد يعيط، حتى الراجل ممكن يعيط. امال ازاي بنعبر عن المشاعر بتاعة الحزن اللي جوانا؟ سيبوا اولادكم يعبروا عن مشاعرهم باي شكل من الاشكال، ولكن الاهم هنا من ان احنا نقول له ما تعيطش، الاهم ان احنا نشوف مشكلته ايه ونقعد معاه ونحلها له، بدل ما يعني يكون عنده كمية المشاعر دي اللي هي ممكن توصله لدرجة ان هو يعيط. تالت حاجة، انا مش مسامحاك ابدا ومش هسامحك لحد طول العمر. ومن امتى الام ما بتسامحش ولادها؟ وليه اصلا نحسس اولادنا ان انت غلطت غلطة بشعة لدرجة ان ماما مش هتسامحني ابدا وهتفضل غضبانة عليا طول العمر؟ البديل للجملة دي ان احنا نقول لابننا او بنتنا انت غلطت غلطة كبيرة، ولكن انا ممكن اديلك فرصة تانية. في جملة كمان الحقيقة بتكون مستفزة جدا وفي امهات كتيرة بتقولها، اللي هي يا ريتني ما خلفتك. يعني ان انت بتخلي او بتخلي ابنك او بنتك يكرهوا وجودهم في الدنيا، بتحسسيهم ان انت انا مش مستحمله وجودكم، انا كرهاكم. ودي طبعا بتدمر شخصيه الطفل وبتدمر نفسيه الطفل بشكل كبير جدا، وبتعمل جاب وبتعمل يعني مسافه كبيره قوي 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 بين الطفل وما بين امه، لان من المفترض ان الام بتحتضن ولادها وبتقربهم منها وبتحسسهم ان يعني هم السعاده اللي في الحياه بالنسبه لها، بدل ما تقول لهم انا كارهه وجودكم. وفي الاخر الجمل البسيطه دي والحاجات البسيطه دي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا واحنا بنقولها لاولادنا، لان اولادنا هم صفحه بيضاء، كل حاجه بنقولها لهم بتتكتب جوه الصفحه البيضاء دي. شكرا ليكم.